The Bad Generation، فيلم خيال علمي ودراما وكوميديا سوداء، انتاج 2023، مدة الفيلم 1:50، لا يصلح لمن اعمارهم اقل من 15 عاما، متوفر للمشاهدة. قصة الفيلم: يقرر زوجان في مدينة نيويورك الانجاب من خلال استخدام تقنية جديدة تعتمد على نمو الجنين داخل كبسولة. العنوان العريض للفيلم خيال علمي مثير الاهتمام في المستقبل القريب، مصمم بشكل لافت النظر لكن ليس مقنع على مستوى الحبكة. السيناريو والحوار: تم بناء السيناريو بطريقة تقليدية كبداية وسط ونهاية، بداية بتعرفنا بالشخصيات والأجواء العامة، وكانت بداية مثيرة للاهتمام. تقع المشكلة في منتصف السيناريو، حبكة لم تكن الأفضل وينقصها المزيد من الجراءة والإثارة، حيث يبدأ السيناريو بنظرة مثيرة للاهتمام حول مستقبل التكنولوجيا، حيث نرى منزل ألفي وريتشل ينبض بالحياة ويلبي احتياجاتهم بطرق مختلفة، ومدى فائدة هذه الخطوة التالية في تطور التكنولوجيا، ولكن أيضا مرعبة. لكن كلما حاول الفيلم استكشاف هذا الجانب أصبحت الحبكة سطحية ومجموعة من الأفكار غير المدروسة مع نهاية متوقعة. يطرح السيناريو سؤال مهم جدا وبسيط: ماذا لو لم تضطر النساء إلى حمل الأطفال ويمكنهن تربيتهن في وعاء على شكل بيضاوي بدلا من ذلك؟ يتناول السيناريو الأبوة والأمومة من منظور فلسفي وكوميديا سوداء ساخرة. السيناريو متوازن بين التأثير العاطفي والكوميديا. زوجين من نيويورك، ريتشل وألفي، في مستقبل غير بعيد حيث توفر التكنولوجيا حياة أكثر رفاهية. حصلت الزوجة المديرة التنفيذية لشركة التكنولوجيا الصاعدة على موقع في مركز الرحم الذي يوفر الأزواج أمومة مريحة عن طريق الأرحام الاصطناعية. من ناحية أخرى، يفضل الزوج عالم النبات المحب لكل الأشياء الطبيعية أن يكون الحمل تقليدي. عندما تصبح الفرصة جيدة جدا بحيث لا يمكن تفويتها، يحصلون على الرحم الاصطناعي. ومع ذلك سرعان ما تعلموا أن الطريق للحصول على طفل عبر التكنولوجيا يمكن أن يكون صعبا مثل الطريقة الطبيعية. هناك لحظات في السيناريو يتأرجح فيها نهج السرد بين الساخر والجاد والمختلط بالكوميديا السوداء، مثل أحلام الزوجة والتي يكون بها مروغة وتعليقات محرجة التي تتعلق بالنساء المصابات بحمل طبيعي. وهنا يشير الحلم إلى أن الحمل مرض، ومع ذلك فإن السيناريو ماكر في اللحظات المناسبة حيث تتصل مرة أخرى بالسخرية عندما تحتاج إلى ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى توازن النص بشكل مناسب بين الجوانب الجيدة والسيئة والقبيحة. السيناريو يقول الكثير عن اعتماد البشرية على الراحة فوق كل شيء آخر. الإخراج والتصوير والإضاءة: الإخراج ذكي في التعامل مع الفيلم، يجمع بين الإخراج التقليدي والغير تقليدي. ديكوباج المخرج اللي هو تقسيم المشاهد إلى لقطات متوازن. الإخراج يقوم بدراسة فكرة الأبوة والأمومة بطريقة سلسة، بطريقة منفصلة ومتشابكة مع التكنولوجيا والطبيعة، وهذا سحر الإخراج في هذا العالم الإبداعي والخيالي. يقوم الذكاء الاصطناعي بصنع القهوة وتقييم الحالة المزاجية للشخص. بالنسبة لتوجيه الإخراج لبطلة الفيلم، هي أن تكون قادرة على التركيز على حياتها المهنية والحفاظ على التركيز دون الانحرافات الجانبية التي تأتي مع حمل طفل حتى نهاية فترة حمله. يشكك الإخراج بطريقة جيدة في أخلاقيات وعقلانية الإنجاب المعتمد على التكنولوجيا. التصوير جيد جدا في اختيار الكادرات والتكوينات السينمائية المتوازنة مع إضاءة درامية مناسبة للأحداث من البداية إلى النهاية، مع ألوان بتعكس الأجواء العامة باحترافية. الموسيقى اختيارات مناسبة للأجواء العامة بالفيلم. المونتاج سلس بدون مشاكل، ولكن يوجد لقطات عديدة كان من الممكن استغناء عنها حتى يكون إيقاع الفيلم أسرع. تقريبا يوجد 20 دقيقة كان من الممكن استغناء عنها مونتاجيا. الديكور متميز ومثير جدا للاهتمام في خلق هذا العالم والتفاصيل في المستقبل اللي بيدور به الفيلم. الممثلين بطلين الفيلم بينهم كيمياء مقنعة، في حين أن كلارك يمكن الاعتماد عليها في تعبيرها وقدرتها على الالتزام بالمشاهد العاطفية بقدر ما هي مضحكة، فإنها النجمة الحقيقية. شخصيتها مثيرة للاهتمام خصوصا التقلبات الدرامية. يقوم البطل بدور زوجها، أداء مذهل يتطلب قدرا كبيرا من التعاطف بقدر ما يتطلب التضحية بقدر ما يتطلب الضحك. أيضا أداء البطلين يجعل من السهل البقاء منتبهين بشكل كامل من البداية إلى النهاية. الفيلم دعوة للتفكير لتصوير اعتماد البشرية المفرط على التكنولوجيا حتى بالاحتفال بالطريقة الغير طبيعية لكي يحصل على طفل. يستكشف موضوعات مختلفة بطريقة سلسة. يتضمن الفيلم بناء استثنائيا لهذا العالم مع نتيجة جذابة وتصميم يناسبه. بالإضافة إلى ذلك، إن الفكرة مثيرة للتفكير مدعوم بأداء متميز من بطلين الفيلم، ولكن للأسف يتعثر السيناريو في بعض اللحظات، وهذا أمر مؤسف لأن هذا الفيلم رائع من الناحية الفنية. تصوير سينمائي متميز وتصميم الديكور مذهل ويلفت الأنظار دائما إلى شيء ما في هذا العالم. تقييم للفيلم هو 6.5/10.